عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بطول عليكم. صور وأنا صدمتني فتوى من مفتي القدس بتحريم الصلاة للإماراتيين في المسجد الأقصى. ما علي، هذا الآن تخصصي وهذا الآن في إطار مهنتي وعملي، أنا وهو يعني سأناقشه. أولا، التحريم يا مفتي القدس لابد من دليل شرعي، من قال الله وقال الرسول، لأن الذي يحرم هو الله، أو نص صريح صحيح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت حرمت عبادة في المسجد الأقصى وخصصت الإماراتيين، لماذا؟ والله لأن السلام مع إسرائيل. تعال نناقش هذه المسألة واحدة واحدة. أولا يا مفتي القدس، أولا الصحابة أدوا عمرة في الكعبة وكانت تحت قبضة المشركين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام الصلاة. حتى بعد صلح الحديبية، صلح، ذهب الصحابة وسووا عمرة في الكعبة ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. هذه المسألة الأولى أخي مفتي القدس. المسألة الثانية، بارك الله فيك، إذا كان من أجل السلام مع إسرائيل حرمت على الجنسية إماراتية الصلاة في المسجد الأقصى، يقتضي منها إنها قاعدة عامة أنك تحرم الصلاة أيضا على القطريين، تحرم الصلاة أيضا على الأتراك، تحرم الصلاة أيضا على الأردنيين وعلى المصريين. لماذا؟ لأن كلهم عندهم معاهدة سلام، أم هي تخصيص فقط للإماراتيين؟ هنا دلالة على مدى استخدام الدين في الأمور السياسية. تسييس الفتوى، ما يسمى تسييس الفتوى، أنت مفتي القدس، يعني أنت مفتي أولى القبلتين التي كان كل أهل الإسلام يصلون لها قاطبة، الآن أنت تحرم جنسية معينة فقط لأنك أنت ترى أنها خلاف سياسي، والقاعدة للأسف فقط انطبقت على الإماراتيين. يعني ما أدري هذه الفتوى من أين خرجت. نحن نطالب مفتي القدس بنص صريح، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له عبد الخشم سمعا وطاعة لدين الله، لكن تسييس الفتوى بهذا الأمر وأنت مفتن للقدس يضع 1000 إشارة استفهام. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قبلة المسلمين كانت، وهذا